السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيش بلادي بيناغ والكفته. قبل ما نبداو تشاركوا في القناه، ديروا لي لايك وكتبوا لي في التعليقات شنو تبغيو تشوفوا. باط ديال الكيش غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الزبده، بيضه تقريبا واحد جوج معالق كبار عامرين ديال الزيت النباتيه، كاس ديال الطحين، خماره، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار. دونك بالنسبه باش غنبداو لاباط، غادي ناخذو الزبيده ديالنا مع الزيت وديك البيضه وغادي نخلطوهم، غادي نحاولوا نمزجوهم. من بعد غادي نزيدو مليحة وغادي نبقاو بحال هكايا حتى يندمجو لينا. من بعد ما مزجنا البيض والمكونات الاخرى غادي نزيدو الدقيق وغادي نزيد الخمارة ديالي. كما كتشوفوا انا غير كنجمع العجينة، يعني ما غاديش نعجنوها ولا غادي ندلكوها، غادي غير نجمعها وتولي شادة في راسها. كما شفتوا من بعد ما جمعتها راني ما دلكتها ما والو، غادي نغطيها وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح واحد نص ساعه. من بعد ما ترتاح لينا لاكيش ديالنا في واحد نص ساعه كندوزو باش كنشكلوها على حساب المول اللي عندنا. انا غادي نديرها في مول طويل، تقدروا ديروها حتى في المول العادي.
بعد ما شكلتها غادي نشكلها على حسب المول ديالي، وغادي ندخلها للفران طيب نص طيبه ونخرجها. دابا غادي ندوزو للمكونات ولا الحشوه ديال الكيش. بالنسبه للحشوه ديال الكيش عندنا لي زيبيناغ اللي مشحرين في شويه ديال الزيت ومليحه والبزار، عندنا الكفته اللي شحرتها مع البصله ومليحه وبزار، وعندنا جوج بيضات. وهي الكيش ديالي من بعد ما خرجتها من الفران طابت نص طيبه، ما كتحتاجوش تقبو. من بعد ما خلطت لي زيبيناغ والكفته والبيض كتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. فوالا ها هي الكيش ديالي عمرتها، غادي ندخلها للفران طيب من التحت. من بعد غادي ندير عليها الفرماج الاحمر والموتزاريلا، وغادي نشعل عليها الفوق باش يذوب داك الفرماج. الكيش ديالي كتجي غزاله، جربوها وخليو ليا في الكومونتيرات كيف جاكم. ما تنساوش تدعموني بالاشتراك وبالضغط على زر لايك ولا حتى ديزلايك علاش لا.